هنحتاج كيلو من أجنحة الدجاج متقطع ومتنضف كويس بالشكل اللي انت شايفينه ده. غسلتها كويس جدا لحد ما المية بقت صافية خالص، وبعد كده أنا قعتها في محلول فيه معلقتين كبار من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، ربع كوباية من الخل، وعصير ليمونة كبيرة. هقلب المحلول ده كويس واسيبها منقوعة فيه تقريبا ساعة. بعد كده بغسلها كويس وبصفيها لحد ما تبقى بالشكل اللي انت شايفينه ده. هتبلها بمعلقة كبيرة من بودرة الثوم وبودرة البصل وشوية من البابريكا وشوية من الشطة. بقلب الأجنحة مع البهارات دي لحد ما تتغلف بكل البهارات عشان لما نحمرها تدينا لون حلو. وفي طاسة على نار عالية حطيت كده شوية حلوين من الزيت، وهنزل بالأجنحة عشان تاخد صدمة ولون حلو من الطاسة. ما بقلبهاش خالص لحد ما تاخد لون حلو، أنا عايزاها تتكرمل كده وتاخد لون غامق من الناحيتين، وما بهديش النار خالص عشان مش عايزه الفراخ تنزل الميه بتاعتها لحد ما توصل اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. حلو قوي كده. هنضيف بقى الاضافات بتاعتنا. عندي معلقتين كبار من الكاتشب ومعلقتين كبار من الباربيكيو صوص، برضو هتلاقوه جنب الكاتشب بيتباع كله في مكان واحد، ومعلقتين كبار من العسل الاسود. والعسل الاسود هنا بديل لدبس الرمان، عشان الناس اللي بتقولي استخدم ايه بدل دبس الرمان ممكن نستبدله بالعسل الاسود، وبرده بيدي طعم حلو جدا. هضيف كمان معلقتين من الصويا صوص، ولو مش موجود ممكن نستغنى عنه. واخر حاجه رشه من بهارات الفراخ بتاعتك نور، بتدي طعم وريحه حلوه جدا، او اي نوع بهارات موجوده عندكم. هحط كمان ربع كوباية من المية السخنة، وهقلب الفراخ كده مع الصوصات اللي احنا حطيناها، وبعدين هدي عليها النار شوية واغطيها واخليها لحد لما تكمل سوا وتشرب من الصوص، والصوص كمان يتقل معانا. يعني تقريبا كده هنسيبها حوالي ربع ساعة 20 دقيقة على حسب حجم الأجنحة بتاعتكم، لحد ما توصل للكرملة واللون الرهيب اللي انت شايفينه ده. وخلاص كده هي جاهزة معانا، خدت لون حلو اتكرملت كده واستوت حلو جدا، والصوص تقل. هنرش رشة بسيطة من السمسم وهتاكلوا احلى تشيكن وينجز جربتوها في حياتي. الموضوع كله ما خدش نص ساعة والاكلة بقت جاهزة معانا، وزي المحلات واحلى كمان. بعملها جنب ايه؟ ممكن مع نودلز، مع مكرونة حمراء، مع رز ابيض وشوية بطاطس محمرة، او حتى جنب سلطة اللي موجود. هي بتليق مع اي حاجة وبتبقى تحفة، والولاد فعلا بيتجننوا عليها. لو جربتي تعمليها مرة هيطلبوها مني كل شوية، وهتلاقي نفسك تعمليها مرة كل اسبوع على الاقل. وطبعا التشيكن وينجز ما بتتاكلش بالشوكة والسكينة، هي تتاكل كده بالايد مع الصوصات بقى والحاجات اللي احنا عاملينها دي، بجد رهيبة ولازم تجربوها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واستنوني على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة.